القصه ديالنا حنا هنا الحمد لله. يعني فين كتبات محمد؟ هنا في الزنقه. هذه مده سنه وشهرين تقريبا. يعني وانت في الزنقه؟ وحنا كنباتوا هنايا ومريحين هنا، كنتسينوا المؤمنين والمسؤولين. ما جا عندك حتى مسؤول، ما جا عندك حتى واحد. باقي ما جا عندنا حتى شي واحد. محمد يعني عاود لينا الحياه ديال الزنقه كي دوزت هذا عام هنا. يعني مكرفص ياك حقيقه. البرد البرد استعدوا للبرد كما تستعدون للعدو. البرد يعني برد شديد، والصيف حتى هو راه كيدوز حتى هو راه حرارته قويه. يعني كيكون مكرفص، كيكون مكرفص. والخريف هو هذاك، والربيع هو هذاك، والصيف هو هذاك، وبنادم راه كيتكرفص مع الوقت. وكيتسالي المحبين، كيتسالي المحبين في الله اللي غادي يرحمونا. يعني واش ما تقدرش الرحمة يعني انسان في العمر ديالك يعني الله تبارك وتعالى يرحم الجميع، يرحم من في السماء، يرحمكم من في الارض. شنو تقول الناس ديال اكادير، الناس اللي كيشوفوك؟ الناس ديال اكادير بالخصوص الناس الجيران ديال هنا، الله يجازيهم بخير والله يكثر خيرهم. الحياه ديال الزنقه صعيبه. الحياه صعيبه، ولاني الا جات بالقدر ما عندك ما تقول، كتسين الامر لله تعالى. ربما الناس اللي ما عارفينش، انت ما عندك لا وليدات ما عندك والو. ايوا كل واحد اليوم يلا مسكين حتى هو مكفي مع الامور ديال الزمنيه، لان الزمن زمن صعيب. زمان ما كتشوف، ما كنشوف شيء، راه كنت غير كنشوف. راه غتكون عندك الحياه 50%. خصنا دابا غير فين نرتاحو، شي دار العزازة ولا في شي مستشفى، وتريح فين نقولو في شي بياص ويعالجو لك عينيك. العينين ما بقيتيش كتشوف فيهم كاع. لا لا لا، وحدة وحدة هي ماتت الأخرى. يعني فقدت البصر. إيوا أنت كتشوف بلا ما نقول لك. لا إله إلا. يعني بغيتيها فين ترتاح محمد؟ صافي. يعني هاد الناس ربما تروح متسوق لي. ايوا كاين الله، الله كيتسوق الجميع. الله تبارك وتعالى غادي يفرج، غادي يفرج. باقي عندك امل يعني ان الناس يعطفوا فيك؟ عندنا العطف، العطف في الله وفي المؤمنين. لا زال ما حد لا اله الا الله كتسمعها، كاين الرجاء. ما حد لا اله الا الله محمد رسول الله كتسمعها في الدنيا، راه كاين الرجاء. من قبل يعني قبل ما توصل فين كنتي ساكنة محمد؟ يعني كنت في الدار البيضاء، من الدار البيضاء إلى أكادير، من أكادير لبن سرقا، من بن سرقا والتيكي وين هنا؟ يعني مريح دابا هنا في التيكي وين؟ يعني لحنين لارقين. إيوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأمنية ديالك؟ شنو الأمنية ديالك؟ الأمنية ديالي وهو راه قلت لك ديك النهارات، هاد الناس حيدونا من هاد التشرد، ويشوفوا لينا فين نبركو، ونداوى في صحتنا، ونداوى من عينينا. المهم عندي أنا هما العينين. بغيتي تشوف إيه نداوى ونشوفوا بعدا فين كنمشيو فين كنجيو، نعرفوا فين كاين الفيسي، نعرفوا فين كاين الطريق. هذا هو الغرض، يشوفوا فينا النظره ديال المحبه وديال الاخوه وديال المعزه، منهم القائد، منهم الباشا، منهم المسؤولين، منهم الناس كاملين اللي خدامين في هذه البلديه، يشوفوا من جهتنا. باقي ما سقسى فينا حد من ديك النهار، باقي ما شخصا فينا التوحد.